مساء الفل عليكم اجمل ناس في الدنيا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. النهارده جايب لكم فيديو مميز جدا جدا، وناس كتير سالتني عليه، وهو عباره عن ان انا عندي اكونت فيسبوك وبقاله فتره جامده جدا كذا سنه، وفي بوستس معين انا عايز امسحها، وزي مثلا في 2010 مثلا. فازاي اوصل لده كله؟ هقعد ابحث عن البوستات دي؟ طب انا لو عايز امسح كل البوستات اللي على الفيسبوك، هفضل امسح بوست بوست ولا اعمل ايه بالظبط؟ فانا النهارده جايب لكم درس خفيف كده ومش هياخد وقت طويل، بس محتاج شويه تركيز من الناس اللي بتتفرج عليا عشان يطبقوا الخطوات اللي انا عاملها خطوه بخطوه. بس الطريقه اللي انا هعملها دي بتبقى من على الكمبيوتر. بالنسبه للناس اللي ما عندهاش كمبيوتر او لابتوب وهتستخدم الموبايل، هيضطروا يفتحوا الفيسبوك بتاعهم من متصفح جوجل كروم ويدوسوا على الثلاث نقط اللي فوق دول ويختاروا وضع الديسكتوب او سطح المكتب. تمام، طيب يلا بينا نبتدي الشرح يا جماعه. مبدئيا كده قبل ما نخش في الشرح، معلش يا ريت اللي مش مشترك في القناه ويتفرج عليا ينزل اشترك دلوقتي في القناه ويفعل زر الجرس، ولو عنده اي استفسار او لو عنده اي شرح محتاجه يكتب لنا في الكومنتات، ولايك للفيديو عشان تشجعنا ان احنا نستمر ونقدم لكم كل جديد ان شاء الله. هندخل كده على الفيسبوك يا جماعه. تمام، دي الصفحه بتاعتي الشخصيه، ده الاكونت بتاعي الشخصي. تمام، هبتدي ان انا ادخل على الصفحه الشخصيه بتاعتي. هيظهر لي هنا زي ما انتم شايفين اداره المنشورات. تمام، الطريقه دي بدون برامج. تمام، الطريقه دي بدون برامج، باكد عليكم. تمام، هنخش هنا على إدارة المنشورات. تمام، هيبتدي يظهر لي البوستس بتاعتي كلها اللي على الفيسبوك بتاعي، مربعات كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين. طيب عشان امسح البوستس كلها لو انا محتاج اعمل ايه؟ هاجي ادوس هنا على تحديد الكل. تمام، وكل ما هنزل كده هيجي برضو هنا جايب لي تحديد الكل. دي بتبقى اشهر معينة انا رافع فيها البوستس دي. تمام، يعني لو بصيت فوق هنا هتلاقوا ديسمبر، لو جيتوا بصيتوا هنا نوفمبر. تمام، هاجي اعمل تحديد الكل، هيمسح لي كل البوستس اللي موجوده في شهر نوفمبر. طيب لو جيت نزلت تاني شويه كده هيجيب لي تمام البوستس انا او بقيه البوستس بتاع شهر نوفمبر. تمام، ممكن اعمل سيلكت كده. تمام، وكل ما هنزل هيحمل معايا بوستس معين، حتى انتوا هتلاقوا هنا يمكنك اختفاء المنشورات المحددة. انا لو عايز اخفيها ولا عايز امسحها، لو دوست مسح هيمسح لي كل البوست دي من على الفيسبوك بتاعي. تمام، طب لو انا عايز امسح بوستات في شهر معين او في سنة معينة، هاجي اعمل ايه؟ هاجي ادوس على الفلاتر. تمام، انتقال الى السنة، مثلا سي 2015 تم نشر بواسطة انت، الخصوصية، كل المنشورات. تمام، هبتدي ان انا ادوس تم. بيجيب لي كل اللي انا حددته يا جماعه هنا بالشكل ده، ولو دوست تحديد الكل بيحددهم لي كلهم، وابتدي ان انا امسحها دفعه واحده بدون اي تعب وبدون اي مجهود. ودي اصح طريقه وافضل طريقه ممكن نمسح بيها كل بوستات الفيسبوك. تمام، وطريقه امنه جدا وطريقه مميزه جدا. في بعض الناس عارفاها، بس في معظم الناس متعرفهاش، وكذا حد سألني عليها فجبت لكم الطريقة. واتمنى ان انا اكون مطولتش عليكم وقدمت لكم شرح مفيد تستفادوا منه. ولو عجبك فيديو النهاردة متنساش تدعمني بلايك وشير واشتراك في القناة علشان تدعمنا كده وتشجعنا ان احنا نقدم لك كل جديد ان شاء الله. وانتظرونا في فيديوهات تانية.